إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. ناهد شريف تعد واحدة من أساطير الإغراء في السينما العربية، عانت طفولة قاسية وعاشت يتيمة الأوائل، وجاء رحيلها هو الآخر قاسيا وسريعا. رحلت عن 43 سنة فقط. ولدت سميحة محمد زكي النيال في 1 يناير 1942 في بني سويف مركز الواسطة، وذكر موقع السينما أنها ولدت في مدينة الإسكندرية. والدها كان ضابط شرطة ووالدتها ربة منزل، وكانت الابنة الوسطى بين 3 فتيات. انتقلت مع عائلتها إلى القاهرة وتحديدا في حي الزمالك، وتلقت تعليما فرنسيا نظرا لالتحاقها بمدرسة ليسيه الفرنسية بالقاهرة، وفقا لما قاله الناقد وجيه ندى في الأهرام. ممثلة مشهورة طبعا ناهد شريف. أصيبت شقيقتها الصغرى بمرض شلل الأطفال، وكادت أن تصاب به ناهد لولا أن تم علاجها مبكرا، لكنها بقيت تواجه صعوبة غير ملحوظة في تحريك يدها اليسرى. عانت من طفولة قاسية وعاشت يتيمة الأبوين، وتعرضت لصدمة كبيرة في طفولتها لدرجة أنها أصيبت بحالة اكتئاب نفسي شديد، حيث فقدت أمها في زفاف أختها الكبرى. بعدما أصيبت والدتها بأزمة قلبية وكان عمرها وقتها 8 سنوات، ثم تعرضت لصدمة أخرى مع فقدان والدها وعمرها لا يتجاوز 14 سنة. كانت في طفولتها فتاة انطوائية منغلقة متحفظة، وبدافع الحب والخوف زاد والدها من عزلتها بعد وفاة والدتها، وفرض عليها قيودا كثيرة. كانت تحلم أن تصبح مطربة مشهورة، واختارت لنفسها اسم ناهد شريف. بعد وفاة والدها أرادت صديقة العائلة الفنانة زبيدة ثروت أن تخرجها من اكتئابها. وذكرت صحيفة الأهرام أن خجلها الشديد كان سبب تأخر انطلاقتها في السينما وعزوف المخرجين عن طلبها للعمل، وكانت في بداية مشوارها ترفض تقديم أدوار الإغراء. وعندما عرض عليها المنتج إبراهيم والي بطولة فيلم دماء على التراب الوردي، وافقت. وعندما علمت أن الدور لفلاحة ترتدي جلبابا طوال الفيلم، ولكن عندما طلب منها المخرج حسن الإمام أن ترفع ثوبها إلى ما فوق الركبة رفضت، وطلبته بإلغاء المشهد، وأدى ذلك لعدم استعانة أحد من المخرجين بها فترة طويلة. في صيف عام 1960 قابلت المخرج والمنتج والمؤلف السينمائي حسين حلمي المهندس الذي يعتبر مكتشفها الحقيقي، فأعطاها دورا في فيلم من إخراجه تحت سماء المدينة عام 61، وتأليفه وبطولة كمال الشناوي وإيمان. بعد أن أثبتت ناهد تفوقها أعطاها المهندس دورا أكبر في فيلم مخلب القط عام 61، تأليفه وإخراجه وبطولة إيمان وكمال الشناوي. كانت النقلة الأهم في مشوارها في فيلم أنا وبناتي عام 61، تأليف وإخراج المهندس بطولة زكي رستم وفايز أحمد وصلاح ذو الفقار، ويعتبر دور ناهد من أطوار البطولة. في الفيلم حيث جسدت دور ابنة رستم المتمردة التي تبحث عن الحب لتجده مع شاب ثري يخدعها وتقع فريسة لها. هنا مع عادل أدهم لقطة من أفلامها. وقع حسين حلمي المهندس في حب ناهد وتزوجها رغم فارق السن بينهما، حيث كانت تبلغ وقتها 18 سنة وكان المهندس يكبرها بحوالي 20 سنة. اعترفت ناهد في إحدى حواراتها الصحفية أن المهندس منحها الدفء ووجدت فيه صاحب الشخصية القوية الذي يبدع في عمله وفي وقت فراغه يعيش في مرح دائم، فتزوجت منه وهي في 18 من عمرها. يقول المهندس عنها في حوار سابق: الغريب أن بعد زواجنا كانت تناديني بأبي، فكانت تتمتع بشقاوة الأطفال وتحرص على متابعة برامج الأطفال بالإذاعة وتقرأ مجلات ميكي وسمير، وتعتز جدا بصداقة الخادمة الطفلة التي كانت تعمل في المنزل، وبكت حينما جاء أهل الخادمة ليأخذوها ويزوجوها،
وتابع أكثر ما جذبني لنهى شريف أنني وجدت لديها قلبا مليئا بالشجن. ومن هنا لم أتعامل معها فنيا على أنها ممثلة قادرة على أداء أدوار الإغراء، لأن حيويتها تجعلك تعتقد أنها فتاة شقية، فكان يتوافر فيها مقومات الممثلة الجيدة بجانب طموحها الشديد. لم يستمر زواجها بالمهندس، وحدث الانفصال في هدوء دون كشف أحد منهما أسباب لهذا الطلاق، واكتفت نهت بقولها: أنا أقدر الأستاذ حلمي المهندس، لكن الحياة الزوجية استحالت بيننا بعد انعدام التفاهم، فقررنا أن ننفصل في هدوء، وكل منا يحمل الحب والاحترام وأجمل الذكريات للآخر. ووقتها كانت ناهد قد قطعت خطوات لا بأس بها في السينما. ارتبطت بعدها بفترة قصيرة بفتى الشاشة الأول كمال الشناوي، الذي كان يكبرها بحوالي 25 سنة، ولأنه كان متزوجا في ذلك الوقت من أخرى، فكان زواجهما سريا. ده كمال الشناوي معروف طبعا. وتردد أن ناهد شريف وقعت في غرام الشناوي منذ المشهد الأول الذي قام بتمثيله معه في فيلم تحت سماء المدينة، لكنها لم تستطع البوح بحبها، فظلت تخفيه ولم تستطع التخلص من حبها. وذات يوم اتصلت به لتقابله وسألته عن سبب ضرورة أن يأتي طلب الزواج من الرجل وليس المرأة، فرد عليها قائلا إن ذلك يعد تكريما للمرأة وحتى تكون صاحبة الرأي والاختيار. أدرك الشناوي في ذلك الوقت الهدف وراء سؤالها، وهو أن ناهد أرادت أن تخبره بمشاعرها ورغبتها في الزواج منه. وتردد كمال الشناوي كثيرا في الأمر لأنه كان متزوجا، فطلب منها مهلة للتفكير حتى صارحها هو بحبه. حاول كمال الشناوي إرضاء ناهد والتقرب منها بشكل أكبر، فطلب منها أن تشاركه بطولة فيلم نساء الليل عام 73 الذي كان يحضر لإنتاجه ويكون هو البطل أمامها. وبدأ التصوير ولم يستطع أي منهما إخفاء مشاعره نحو الآخر، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وحصلت ناهد على جائزة التمثيل الأولى، فعرض عليها الزواج لكن في سرية لأنه كان متزوجا. وفعلا وافقت ناهد أن تكون زوجته في السر، وارتضت أن تشاركها فيه زوجته الأولى، وعاشت معه في سعادة، واعتبرته كما أكدت بنفسها أقوى حب في حياتها. بعد زواج استمر 6 أعوام، ورغم حبها الشديد له، طلبت ناهد شريف الطلاق من الشناوي بعدما تولد الملل بداخلها، ورفضت وضع الزوجة الثانية، وضاقت بكونها نصف زوجة وتعيش نصف الوقت مع زوجها. ونشرت جريدة الجمهورية خبر طلاقهما في صفحتها الأولى بتاريخ 8 نوفمبر 1972. يا ترى كانت ضحية ولا ناهد؟ كانت تعيش أكثر من مأساة، خاصة حيث أنها كانت العائل الوحيد لشقيقتها التي كانت تعاني الشلل وتحتاج لرعاية دائمة. ومع ذلك لم تكن ناهد من هذا النوع الذي يتاجر بمأساته أو يشكو حاله لينال عطف الآخرين. تزوجت بعد ذلك زواجا مدنيا من اللبناني صاحب ملهى ليل، إدوارد جرجيان، شقيق راقص لبنان الشهير كيجان، الذي مات منتحلا في القاهرة عندما ألقى بنفسه من بناية فندق شهير بعد شعوره باكتئاب نفسي شديد عندما اندلعت الحرب في لبنان، وأنجبت منه طفلتها الوحيدة باتريشيا التي سميت بعد ذلك باسم لينا عام 1976. عاشت فترة سعيدة مع زوجها اللبناني رغم تحذير أصدقائها لها من الزواج منه، وحدث بالفعل ما توقعه الأصدقاء. علمت شريف بخبر إصابتها بسرطان الثدي في عام 79 بينما كانت في أوج شهرتها، وفي هذه الفترة تخلى عنها زوجها وتركها في لبنان وحيدة، فاضطرت لقطع فترة علاجها لتعود للقاهرة بعد أن نفذت النفقات اللازمة للإقامة. ورغم طلاقها من كمال الشناوي وانقطاع الصلة بينهما تماما، إلا أن ناهد عندما اضطرت لطلب مساعدة أحد لم تلجأ سوى له، فاتصلت به بعد إصابتها بمرض السرطان وأبلغته أنها بحاجة لإجراء عملية جراحية خلال 48 ساعة، وعلاجها يحتاج السفر للخارج لكنها لا تستطيع، فأخذ كمال الشناوي أوراقها ليتمكن من الحصول على قرار علاجها على نفقة الدولة.
أنا مع كمال الشناوي. ذهب كمال الشناوي لمكتب فؤاد محي الدين رئيس الوزراء وقتها، واقتحم غرفة الاجتماعات حيث كان في اجتماع للوزراء، وأطلعه على الأمر، وبالفعل وافق أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج. سافرت نهاد شريف للسوين ونجحت العملية وعادت للقاهرة لتمارس حياتها بصورة طبيعية، لكن السرطان هاجم جسدها من جديد بعد أن أصبح ضعيفا غير قادر على المقاومة. وبلغ الأطباء أنها يجب أن تجري جراحة خطيرة في لندن. اضطرت نهاد شريف للعمل قبل أن تستكمل العلاج مرة أخرى، وحاولت تكثيف نشاطها الفني في ذلك الوقت من أجل استكمال رحلة العلاج، فأرهقت نفسها بينما كان زوجها يتجول في مونت كارلو أسبانيا مع بعض الأثرياء العرب. عندما سافرت ناهد شريف إلى لندن، طلبت من زوجها اللبناني مرافقتها ليقف بجانبها في محنتها ولرعاية ابنتهما الصغيرة، إلا أنه استغل مرضها في جمع المساعدات المالية بحجة علاجها ليستولي عليها ويضعها بحسابه الخاص. مأساة. وحتى المساعدات المالية التي كانت تحصل عليها من زملائها الفنانين كان يستولي عليها منها بعدما اضطرت للسفر للندن لإجراء عملية جراحية جديدة وتحت عنوان مأساة ناهد شريف. نشرت مجلة آخر ساعة في 14 ديسمبر 1980، أي قبل رحيل ناهد ب4 شهور فقط، تقريرا جاء فيها أن ناهد تعيش وحيدة وسط الدموع والوحدة في فراش المرض في لندن. لجأت ناهد شريف للسفارة المصرية في لندن فساعدها حسن أبو سعدة سفير مصر في لندن وقتها، وتم الطلاق بين ناهد شريف وزوجها اللبناني في السفارة المصرية. بعد تزايد الخلافات بسبب استغلاله مرضها، ووفرت لها السفارة شقة بميدان ميدل سكس في لندن، وتطهورت حالتها الصحية بشكل كبير، فنصحها الأطباء بعد قضائها 4 أشهر للعلاج أن تعود لمصر لاستحالة شفائها، واستكملت دورها في فيلم مرسي فوق مرسي تحت، لكنها لم تستطع إكمال الدوبلاج وقتها حيث اشتد عليها المرض، ودخلت مستشفى المعادي التابع للقوات المسلحة وتوفيت في 8 أبريل 1981 وهي لم تتعدى 43 سنة بعد معاناة مع السرطان لمدة 5 سنوات. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين.